فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في سؤال بالأمس عن المسابقة فيما يتعلق بالأبحاث الكيميائية، يقول إذا كانت المسابقة ليس فيها رهنا ولا عوضا فهل يجوز ذلك؟ إذا كانت المسابقة يقول ليس فيها رهنا ولا عوضا، يقول هل حكمها سواء؟ إيه، إذا جعل جائزة لمن يعمل كذا هذا لا يجوز إلا فيما جاء به الحديث، أما إذا عمل عملا وأتقنه وأعطي عليه مكافأة أو تشجيع فلا بأس بذلك، هذا ما هي مسابقة.